منطقته. نشاهد الزميل وسام شرمد والزميل عبد العاطي الجروشي ينقلون الجثمان، الجثمان الآن يتحرك صوب المقبرة، مقبرة الهواري، ليتم دفن الجثمان هناك. الآن الجثمان، هذه صورة توضح دخول الجثمان إلى مسجد سودة بنت زمعة بمدينة بنغازي، حيث صلي على الراحل رحمه الله. هناك عدد من أبناء مدينة بنغازي الآن يقفون حول الجثمان، يدعون الله عز وجل أن يتغمد الفقيد. هذا لؤي، هذا لؤي قوصاد شقيق عز الدين. آمل من المخرج أن يعيد لنا هذه اللقطة حتى يتعرف المشاهدون. هذا المنبر الذي كان يخطب عليه عز الدين قوصاد في مسجد سودة بنت زمعة، هذا المنبر الذي كان يعظ الناس ويرشدهم عبره في كل جمعة. عدد من أبناء بنغازي يشيعون الآن، يقفون أمام الجثمان. شقيق عز الدين قوصاد، هذا هو لؤي، لؤي قوصاد، وهو شقيق عز الدين قوصاد، هذا الذي يقف أمام جثمان أخيه ويرفع أكف الضراعة داعيا الله عز وجل أن يتغمد شقيقه بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمنا ويلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان. الآن الكاميرا توضح لنا المنبر الذي كان يخطب عبره عز الدين قوصاد، يخطب عبره الجمعة ويرشد الناس ويعظهم ويساهم بشكل كبير في إصلاح المجتمع الليبي بعد ثورة 17 من فبراير، ونحن مقبلون على بناء ليبيا الجديدة. أحد المشائخ يقف الآن أو يجلس أمام الجثمان، عدد من أبناء المدينة الآن. هذا جثمان الراحل مسجن ونقل إلى قبره رحمه الله في منطقة، في مقبرة الهواري. علامات التأثر واضحة جدا على وجوه من يقفون أمام الجثمان من أبناء مدينة بنغازي، وهم يلقون النظرة الأخيرة على جثمان الراحل عز الدين قوصاد بمسجد سودة بنت زمعة، ومنهم من يقبل الجثمان الطاهر وهو مسجن في تابوته. عدد من أبناء بنغازي يقومون بتعزية لؤي قوصاد شقيق عز الدين قوصاد رحمه الله. الآن معي عبر الخط الهاتفي الزميل أحمد الفيتوري مراسل قناة ليبيا الحرة، وتحديدا من مقبرة الهواري. أحمد مرحبا بك. أهلا بك أحمد وبالسادة المشاهدين. اليوم نعيش لحظات حزن الحقيقة، وهي أيضا لحظات فرح بشهيدنا الحقيقة. اليوم نحسبه عند الله سبحانه وتعالى من الشهداء الأبرار بإذن الله تعالى. عز الدين قوصاد اليوم في، كما كنت تتابع أحمد، في المسجد الذي كان يخطب به والذي صلى به آخر جمعة، وأما المصلين به هناك اليوم عز الدين قوصاد ذهب جثمانه الطاهر من المسجد إلى المقبرة، ونحن ننتظر الآن وصول الجثمان الطاهر إلى مقبرة الهواري. الجموع